أما الموقع لصاحبه السويدي من يعني من أوروبا اسكندنافية، ولديه مساعدين، يعني عدد من المساعدين في أنحاء الولايات المتحدة. هناك حالات في السابق تم الكشف عنها، وتمت محاكمة بعض من قاموا بتسريب وثائق سرية سابقة إلى هذا الموقع. أعتقد أن المحاكمة، هناك عدد من المحاكمات سوف تجري بسبب التسريبات الأخيرة. طبعا هذا الموضوع ليس بالجديد، منذ السبعينات وهناك تسريبات من داخل وزارة الدفاع، أوراق الحرب في فيتنام التي نشرت في نيويورك تايمز، أن الإدارة الأمريكية أمرت بضرب كمبوديا سرا في ذلك الحين. هذه التسريبات ليست حديثة العهد وليست جديدة داخل الديمقراطية الأمريكية، هي تحصل دائما، ولكن أعتقد أن هذه المرة يعني تحصل في وقت يعني تستعد العاصمة أو تستعد الولايات المتحدة لانتخابات نصفية في الكونغرس، وهذا ما قد يؤثر على نتائج ربما الانتخابات. الحجم أيضا مهم، يعني حجم التسريب 400,000 وثيقة بحسب بعض التعليقات على وكالات الأنباء أو المقالات التي كتبت تعتبر بأن هذه أكبر عملية تسريب في تاريخ العمل المؤسساتي في أمريكا. طبعا الحجم كبير جدا، وهو يعكس حجم العمليات الكبير، وهذه الوثائق تغطي أكثر أو حوالي 5 سنوات من الأعمال الحربية الأمريكية في العراق، وتغطي مواضيع متعددة تتراوح بين إحصاءات عدد القتلى والمعارك والخطط التي كانت يعني موضع درس في ذلك الوقت، وعلاقات القوات الأمريكية بالسياسيين العراقيين. يعني هناك تشعبات كثيرة داخل هذه الوثائق، وباعتقادي طبعا كما أشرت نادين، مما يجعل هذه الوثائق الأكبر في تاريخ التسريبات داخل العاصمة الأمريكية. طيب، يعني ماذا هو التأثير لهذه الفضيحة على الرئيس باراك أوباما، الانتخابات النصفية في 2 من الشهر المقبل، وتأثيرها أيضا على الرئيس نوري المالكي واحتمالات توليه لرئاسة الحكومة مرة أخرى، لا سيما أنه اتهم من خلال هذه الوثائق بإدارة فرق موت وفرق اغتيالات وإدارة عمليات تعذيب في شبكات السجون التابعة لحكومته في تلك الحقبة؟ يعني اتهامات بالغة الأهمية دفعت بالقائمة العراقية إلى الطلب بتجميد عمله كرئيس الحكومة. داخل الولايات المتحدة التأثير يكون أكثر لمصلحة باراك أوباما. الفترة تغطي يعني الذي تغطيه هذه الوثائق ينتمي إلى فترة حكم الرئيس جورج بوش وجزء من حكم الرئيس باراك أوباما. طبعا الرئيس أوباما معروف بموقفه المعارض من الحرب، لذلك هذه الوثائق لن تنل من الديمقراطيين، على العكس قد تنل من الجمهوريين الذين ما زالوا يساندون الحرب في العراق وما زالوا يساندون البقاء العسكري الأمريكي في العراق. إذا يعني في داخل الولايات المتحدة هي نوعا ما لمصلحة الديمقراطيين وإدارة الرئيس باراك أوباما، وهذا ما دفع البعض إلى التعليق أنه قد تكون يعني قد يكون مسؤولون في الإدارة الحالية هم من قاموا بتسريب هذه الوثائق إلى الموقع ويكيليكس. من ناحية الوضع في العراق، يعني من الصعب تحديد من سوف يتأذى سياسيا على الرغم من مطالبة القائمة العراقية، لأن الوثائق تغطي فترة تمتد أكثر من ولاية الرئيس رئيس الوزراء نوري المالكي، وتتشعب وتطال يعني شخصيات متعددة، تطال وزارات متعددة. طبعا نحن نعرف أن وزارة الداخلية لا ترتبط مباشرة برئيس وزراء نوري المالكي، بل على العكس ترتبط بأحزاب تعارض تولي نوري المالكي بالمجلس لرئاسة الأعلى على ما الحكومة أذكر. لولاية مقبلة. نعم بالمجلس الأعلى أو بحزب الفضيلة. طبعا طبعا السيد بيان باقر جبر الزبيدي ينتمي إلى المجلس الأعلى وهو المقرب من إيران. طبعا هذه يعني القصص التي قرأناها في هذه الوثائق ليست بالجديدة، هناك مواقع عديدة عراقية
أشارت في السابق إلى تورط وزارة الداخلية في سجون، في إقامة سجون، إلى تورط نواب مثلا السيد جمال جعفر الذي يعتقد أنه مرتبط بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. كل هذه الشخصيات أشرفت على عمليات التعذيب، وهناك قصص مدونة لضحايا وقصص مصورة وقصص معروفة. يعني الفارق الوحيد هذه المرة أن هذا النوع من القصص يحوز على اهتمام دولي، والتسريبات وصلت إلى وسائل الإعلام الدولية معظمها حول العالم. ولكن فيما خص الرئيس نوري المالكي، هناك إشارات واضحة في التسريبات لويكيليكس بأنه كان مرتبطا أو متورطا بإدارة فرق اغتيالات خلال عهده. هذه الصورة إلى أي حد ستؤثر على احتمالات توليه للحكومة المقبلة وتشكيل الحكومة المقبلة؟ لا أعتقد أنها ستؤثر مباشرة على الوضع السياسي، قد تؤثر في تلطيخ سمعة السيد نوري المالكي أو أي مسؤول سياسي عراقي قد يثبت أنه كان مسؤول مباشرة أو حتى بطريقة غير مباشرة عن اغتيالات. أعتقد أنه في الوضع السياسي كما ذكرتم الموضوع يقترب أكثر فأكثر نحو تسمية نوري المالكي رئيسا للحكومة العراقية المقبلة. أعتقد أن الاختلاف الحالي هو حول دخول السيد إياد علاوي في الائتلاف الحاكم، وهذا موضوع تصر عليه واشنطن في الوقت الحالي. هناك تفكير أن دخول السيد علاوي إلى الحكومة من شأنه أن يضعف من النفوذ الإيراني. طبعا نحن نعرف أن السيد مقتدى الصدر بدعم إيراني ينوي دخول الحكومة، وباعتقاد الولايات المتحدة أن دخول السيد علاوي سوف يعدل من هذا النفوذ الصدري الإيراني المتنامي داخل الحكومة العراقية المقبلة. ماذا عن موقف الكتلة الكردية واتجاهات تصويت الكتلة الكردية؟ يعني ربما أصبحت كما ذكر التقرير لحازم محمود، أصبحت هي العامل المقرر حول من هي الشخصية التي ستشكل الحكومة المقبلة. أعتقد أن الكتلة الكردية تتجه باتجاه تسمية السيد نوري المالكي، ولكن برأيي الحوار سوف يتركز في أربيل، الحوار سوف يتركز على تسمية المناصب الأمنية والمناصب السياسية وتوزيع الحقائب والوزارات والإدارات، يعني معظم إدارات الدولة في العراق. أعتقد أن هذا هو موضوع الحوار الأساسي، ولا أعتقد ولا أرى أن الموضوع سوف يتجه إلى إزاحة نوري المالكي أو إلى تسمية يعني شخصية أخرى لترأس الحكومة المقبلة في هذا الوقت. طيب يعني هل سننتقل برأيك من أزمة تكليف إلى أزمة تأليف؟ يعني هل سيحسم موضوع نوري المالكي رئيسا للحكومة وبالتالي ندخل في أزمة أشهر أخرى حول توزيع الحصص، توزيع الوزارات وإلى ما هنالك من قضايا مرتبطة بعملية تأليف الحكومة، أم يعني كما يتوقع البعض أن المسألة أصبحت في خواتيمها؟ قامت المحكمة الاتحادية اليوم بإصدار حكم يعني حاولت إجبار مجلس النواب على الانعقاد في غضون الأسبوعين المقبلين وتشكيل حكومة. لا أعرف يعني مدى نفوذ المحكمة الاتحادية أو القرارات التي تدلي بها، ولكني يعني أرى أن الموضوع قارب الانتهاء. ممكن أن تحاول قائمة العراقية والسيد اياد علاوي، يعني ممكن ان يحاولان ابعاد تسميه السيد نوري المالكي. طبعا السيد علاوي يعرف ان الولايات المتحده مصره على مشاركه القائمه العراقيه في الحكومه، ومصره على جعل الحكومه مؤلفه من ائتلاف وطني يشمل الجميع، وطبعا واشنطن مصرة على حفظ الحقوق السياسية يعني إن شئنا التعبير لقائمة العراقية وللمجموعات السياسية التي تمثلها داخل الحكومة المقبلة. ربما يحاول السيد علاوي يعني استخدام هذا الإصرار الأمريكي
المالكي لإدخاله في الحكومة على عرقلة أو إبعاد تسمية نوري المالكي وربما استبدال هذه التسمية، ولكني لا أعتقد أنها ستنجح. على الأرجح سوف تشكل حكومة برئاسة نوري المالكي وبمشاركة السيد أياد علاوي والأطراف العراقية الأخرى. نعم، من واشنطن حسين عبد الحسين الصحفي والزميل الزائر في معهد شاثام هاوس البريطاني، أشكرك جزيل الشكر. شكرا نديم، شكرا لكم.